شكرا. انا شفت نفس النسيق دا اقوم. قال لي عمرو بيت انا اريد اجي لكم للبيت اليوم. اليوم؟ اي وبهالسرعه؟ ومو بس هاي، انت شوف كل الجماعه النجل الموجودين هنا. ليش؟ ما ادري ليش. تالي الله الواحد. الحقيقه صار عبد الحميد تراني هاي اول مره اعرف انت تنشر بالصحف. لا العفو استاذ، هاي مو اول مره، انا صار لي اكثر من 10 سنوات انشر، بس اللي ببالي غير اللي ببالك. استاذ عبد الحميد، الكتابه مو قضيه سهله، هذه راد لها جراه وملكه. تمام اكيد استاذ اكيد. والله مدرستنا تفتخر عندها مدرس عربي يكتب وينشر بالصحف. اشكرك استاذ. تسمح لي استاذ؟ العفو. ترى انت تقدر تاخذ راحتك استاذ عبد الحميد. لا العفو استاذ، اهم شيء اكمال المنهج. اها اي تمام اي صح صح صح. بس استاذ عبد الحميد، نعم طريقك، شوف لي هذه. هاي شنو استاذ؟ يعني هذه الكتابات شوي انا كاتبها، شوفها ممكن تنشر بالصحف؟ ان شاء الله اقراها وانطيك النتيجه بعدين، تسمح لي استاذ؟ العفو. هنا اي هذا المكان اللي كنت احلم بيه، عجيبه حتى الواحد هسه يحس غير شكل ويباوع الناس بعيون ثابته. ايش قد انتظرت تجي هالساعه؟ اجيتي بيدي وما اهدج. الله دفو هيا با، شلون دفو؟ كمولي حبيبي اعذرني، انت اخذت حصتك تمتعت وتونست وعد عائلتك اللي يكفيها وزايد، بس اني وين؟ اني اجى دوري هسه ولازم اجلب بي. احمد هاي وين كنت؟ كنت دا اشرب شاي. احمد افتح عينك زين، هذا مال بركبتنا، باكر عقبه تنفك ازمه الرجال ويرجع لنا، فلازم يلقي كل شيء حسب الاصول. راضي يقول لي صاير شيء؟ لا ما صاير شيء، بس انا وياك وكل الموجودين هنا لازم نتعاون ونشتغل ايد وحده، لان هاي امانه. افتهمت؟ صعدنا لو نزلنا احنا عمال، ناخذ يومياتنا وندير وجوهنا لا بيها ولا عليها. لا 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 احمد، انت تختلف، انت غير شكل. اختلف؟ مدى افتهم؟ يعني انت لو ما ثقه وبنوادم وتعرف شغل السوق، ترى احنا مبقيك هنا. لا مو هذا السبب اللي مخليني بنصكم. لا شنو السبب؟ السبب لانه انا عندي شهادة اعدادية تجارة، وانا مخلي حسابات المحل بنفسي. لا انت تعرف الحسابات ولا عمي كامل الله يذكره بالخير. صح هذا صحيح، بس المهم من هذا انت امين وابن وادم. شوف هاي المحلات اللي بالسوق كل واحد من عندهم عنده اسرار، وكل محل لازم يعرف شلون يحافظ على اسراره حتى يقدر يوقف على رجليه بالسوق. من وقع كامل احد اجا وقال شرايدين مرايدين شرايد كامل؟ ابد. راضي هسه المطلوب مني شنو؟ المطلوب لازم نشتغل احسن ونحسس كل اهل السوق احنا افضل، حتى لو كان كامل ما موجود. والله ما ادري شو اقول لك راضي. تدري انا كل شيء ما افتهمت منك. معقوله؟ طبعا، لان انت ما مركز، وبعدين ما تحدد الشيء اللي تريده. اني وضعي كله مرتبك. ماكو داعي طبعا. حدد هدفك، اسعى له بطرق امينه وشريفه، مستقبل واضح توصل. مستقبل؟ وين المستقبل واني ما اعرف باكر ايش راح اسوي. وين المستقبل؟ امي واخوتي وخواتي واهلي كلهم هناك ينتظرون مني ارجع لهم واحقق لهم كل طموحاتهم واحلامهم وحاجاتهم المفقوده. هم ما يدرون اني راح ارجع لهم واني ما ادي ايدي لهم. هنا كل شيء يختلف، المستقبل والكليه والطموح الدراسي كلها تصطدم ويا مقدرتي على ان اخذ تاكسي واوصل للمحاضره الاولى من وقت. انا اكل زين، انام بمكان نظيف، البس زين، اوه هواي اشياء.
كل اللي قلته صحيح وواقعي، بس إذا كنا نضعف وننهزم شو تتوقع؟ شو راح يصير؟ أنا ما مسؤول إلا عن نفسي. هي هاي المشكلة، كنا نقول نفس الحكي والنتيجة أصبحنا قاعدة، قاعدة كبيرة بدأ باستثناء صغير هو نفسنا. ساعديني كوثر، حدد طبيعة هاي المساعدة. خليني أتواصل ويا كل الأشياء الجميلة والنظيفة اللي داير ما دايرني. وآني من يساعدني؟ آني أكو غيري؟ قصدك أستاذ مهنة؟ قصدي راح تعرفيه بعدين ست كوثر. الله يساعدك لؤي. سمية؟ ألو سمية شلونك؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك لؤي. أشكرك. على شنو؟ مو أنت صارلك مدة غايب عن البيت وما ندري بيك، وين فضل بالنا عليك. صحيح سمية؟ يعني قلقتي علي؟ أخويا لؤي، يعني أقصد البيت كله قلق عليك، يعني لين أنت طلعت وما خليت لنا خبر. أي صحيح، كنت أقرأ يا مولى صديقي. أي حقك، لين الامتحانات مالتك قربت، بس أنت الله يسلمك لو مخلي خبر قبل ما تطلع. أي صار منه وهيج، أقول لك على كل تحركات. مو تعرف يعني إحنا لين عائلة واحدة بهذا البيت، يظل بالنا عليك، وأنا حاسبتكم مثل أخوتي اللي انحرمت منهم. إيه إن شاء الله يبقون ذخر إليك. أقول لك ما محتاج شيء، أسوي لك ريوق؟ لا أشكرك، ما أرد أتعبك. أقول صدق، صار على موضوع عمك؟ بعد لحد الآن، رفعنا قضية للمحكمة، لحد الآن كل شيء ماكو. أهو، هم محاكم؟ وين ما أروح؟ قضايا وشرطة ومحاكم وحرامية. ويقول لك ليش ما تجي لهذا البيت؟ هلا عيني. هلا سمية، جيبي جيبي عندك عامر طين. شلون السوق؟ شلونه؟ اللي يروح للسوق راسه يندار. اي أيوة والله خاله، العيشه صارت صعبه، وانا هم لازم اشوف لي شغله حتى ادبر حالي بهالحياه. شوفي لك شغله؟ اي لا، ابقى ايدي على خدي يا خاله. ايش تشتغلي؟ اي شغله حسابيه، انا مكمله ثانويه، يعني اي شغله حسابيه اقدر ادبرها. يعني انت عبالك سهله يا بنتي. ايش اسوي؟ يلا يلا امشي، خلينا نفرق المسواق. يا بقيتوا شهود عليا، هذا اذا ما طلع بلي سوداء عرفت ايش معنى. ابي 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 سهيل، سهيل على كيفك. تفضل، احنا بيا حال بهالجيجه قام يتهجد. سهيل على كيفك، بيشوفني شكو شو خطيه مسكين، فاك حلقه جماله تزده. يا معوده ما تقولي لي شكو بالجريده، الخاطر الله. شنو سحره والجقاير؟ شكو شنو السالفة؟ سهيل جاب الجريدة فرحان بيها، ما ندري ليش. ويش بيها الجرايد حتى تفرح؟ هسه ما تقولي شنو الموضوع؟ عن الموضوع انه سهيل شاف صورة عبد الحميد بالجريدة. لا، شو مسوي المسكين؟ لا لا، كل شيء ما مسوي، بس هو منزله مقالة بالجريدة 22 صورته وياه. صلوات عيني، هو الليل كله قاعد ويكتب. يعني هذا الخبر مال الجريدة هواية يفرح. اي طبعا فرح. كل شيء فدي فرح يفرح 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 يفرح. يا جماعة ليش ما نسوي حفلة ونسويها مفاجأة للأستاذ عبد الحميد قبل ما يجي، ونعزم الطرف ونجيب مطربين؟ ليش مطربين؟ عندنا الأستاذ مهنة صوته حلو يخبل ومرتب، ونخلي الأستاذ سهيل أخرس
عريف الحفل هفاجئتي وهمتتي يعني سيداتي وسادتي ونعلكها بهاي المناسبة العظيمة، المناسبة اللي راح تقلب الأول والتالي، المقالة اللي راح تحول هذا البيت إلى قصر والغرف إلى صالات، وتجيب العبد الجبار ساهي ويقولها السمية هذا حقك والأبوها I am sorry. هذا ايش يحكي يا معودة؟ هو ايش عنده غير هذا الحكي؟ يوم عيد لما نشوف صوركم بالجريدة وأفرح بيكم. الله يبعدنا. طبعا إذا صورتك طلعت بالجريدة معناها فضيحة. حلو حلو خلاص أمرية شيخ عبيد قل لي عايش وقت استنسختوا شنو هو؟ العبد الحميد يعني مسوين نسخة ثانية وضامين علينا وليد استهدوا الرحمن. صدق يا جماعة أبو الملك يريد يكفكم. شوفنا ليش؟ ايوه وكلفني وانتوا بكيفكم تجون او ما تجون. يجوز عنده فد شي ويانا يا جماعه، خلينا نسمع ايش يقول. من هو؟ ناصر بن حج ابراهيم. اه ولا يمتى يجينا لحظه من يقول يجي؟ لا يجي، هو قال لي بالليل أجيكم. بس أنا مستعدة تراهن وياك إنه خط أحلى من خط. يا معودة هاي أنت إيش تحكين؟ أصلاً أنا خطاط. أنت خطاط؟ لا 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 ما مبين. شنو ما مبين؟ يعني شنو أكتب على هدومي الله يبين؟ بس مو أنا شايف خطك ليش هالحكي بعد؟ بس يا عبد الحميد ما صبرت اللي حكيت. منين تعرض خدماتها إلك؟ شو تريد بعد؟ دعوفة أوفة. هسه تيجي الامتحانات وشوفه شوفه شلون يجيني بغير شكل. لا 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 ما اجي. كيفك لا تجي، بس انا علي قلت لك اكتب لك كل المحاضرات اللي مطلوبه منك بس بشرط تدرس لي انجليزي. الصدق سميه يعني انت راح تكتبي لي المحاضرات؟ ايه تقولها من الاول افضها. هسه ليش تلحين عليه؟ يجوز عنده واحده بالكليه تكتب له. زين لا داني تسمحوا لي اخاف خاله صبريه تحتاج مني شيء. يعني صبريه هو صاحب الملك هو اللي مأجر لنا صحيح الغرفه والبيت من عنده والقهوه لكن اكو يانا مؤجرين هوايه يعني يريد يتعرف عليهم يمكن وصيه عنده يعني ايش مدري ايش اكو براسه. ما يخالف وين نقعدهم؟ ما عندنا غرفة تجمع الكل. هاي فكرة زينة عندي أني نقعدهم بالحوش؟ يا معود الحوش أربع صوفات ما تدفي. صدق شو ما شعلت الصوفة؟ مو دزيت على سمية يجيب لي شخاطة حتى أشعل الصوفة. إيجارات كاملة عندي بقى بس لو أي مدفع. هو وينه موجود؟ إي إجا ودخل الغرفته. الله
اصلا اليوم فرحه سهيل.